وإذا مع الجرافات 300 ليرة، غير هيك ما بتوفي معي يا أختي. لا، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ قلت لي 200 ما بيطلعوا حق إزرار الجاكيت. لك شوفه جلد طبيعي، شوف مو مبين معك تقيلة؟ بعدين هذا مصنوع بنص إيطاليا وتوصاية كمان. هذا جلد طبيعي 100%، والجرافات هدول اللي حضرتك شايفهم هني كلهم حرير طبيعي. بس يا مدام، هدول التياب كتير إدمة، السعر اللي عم تطلبيه ما بيناسبني. خلص إذا ما بيناسبك اتركهم، اتركهم، مليون واحد غيرك بيبوس إيدي. ليش عصبتي يا أختي؟ الدنيا أخذ وعطى. تعي شوفي هالغراض، عندي تشكيلة واسعة وكله النخب أول. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أهلين وسهلين بحبيب قلبي. شايف كل هالغراض الأدمة تبع حضرتك؟ بدل ما تكبن رح ياخدن هذا الزلمة بألف ليرة، وإذا بدك فيك تبدلهم بشوية بلاستيك. لك أنتي جدبة ولا عم تجدبيها؟ بعد هيك من وشي. لما حضرت جنابك ما بتكون عم تدفع لي حقي، بدي اضطر اني دبر حالي مشان اصرف على البيت. رحمان يا لؤي، ويا ريتهم محرزين هالغرضين من العصر الحجري. بعد هيك تعال خد هي كمان، هي بدل المصاري اللي دفعتها فواتير التليفون لحتى حصل حقي منك. خد هذا البوت، هذا جلد طبيعي وموديله كتير اكابري. شو رايك؟ شو عجبك؟ ظريف كتير. ان شاء الله تهريب الهنا صديقي. اذا بتحب شوف الامصان اي قطعه ب 100 ليره. ايه تعي لهون وليه؟ لك انتي مين ما عم بيعطيكي مصروف؟ اه؟ انتي بتعرفي اني اضطريت حط كل مصاريي بشغلي الجديد، اصبري علي شوي رح اعوض لك كل شيء. مالي مجبورة اصبر واتحمل مسؤولية اغلاطك يا سيد لؤي. تعال، شوف هدول الكنادر اللي هون، بحسب لك القطعة ب 200 ليرة. معقول؟ هذا حرامي لما كنت صغير باللفة. الله أعلم قديش ضليت أمي الله يرحمها عم تعمل لي إياها. دخيلك خده معك، أصلاً بكل الأحوال ما لقيت له زبون. وهدول عليهم عرض، مع كل خمس قطع بتاخد وحده بلاش. نقلع من وشي بسرعه ولا؟ خير ان شاء الله. شو جاي لتاخد الحرام تبعك من البيت؟ لا يا روح قلبي، أنا أجيت مشان شوفك وبس. إلك عندي خبر بياخد العقل، وإجيت بس لأقوله وشوف وشك كيف بده يصير بعد ما تسمعيه. هات لشوف شو هو. حياتي أنا مليت كتير من الخناق معك، مشان هيك قررت أعطيكي كل اللي بدك إياه مع الأغراض اللي بالبيت. كلامك صحيح، شكراً كتير لإلك. إيه قلت اللي بدك تقوله لؤي، وشفت وشي شو صار فيه مزبوط؟ هلأ فهمني شو عم تنطر؟ أنا لسه ما خلصت، الحديث كان بأوله. يعني طالما أنا قبلت أعطيكي كل اللي بدك إياه، لازم أنا كمان أخذ حقي مزبوط؟ والقعدة بالفندق مثل ما بتعرفي كتير غالية، وشوفت عينك المحكمة لهلأ مو مبين إمتى بتبلش، فحقي طبيعي أرجع على البيت. ولما المحامي قال لي هالخبرية الحلوة هاي، فوراً رجعت لعندك. شوف شوف أصحك تعصبني أكتر من هيك، باب البيت ما تقرب عليه، فهمان لؤي؟ شايفة؟ هي تعبير وشك اللي أنا أجيت بس مشان شوفها يا حلوة. يقبل لؤي، وقف، ما في فوتة. مين قالك من حقك تفوت على بيتي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.